إني أتوجه إليكم بالخطاب بقلب مثقل. هذه الكلمات التي قالها محكوم عليه قد تشفي غريب بعض الأفراد المقهورين. إنني أخاطبكم بلغة مستعارة لكي أقول لكم بكل بساطة ووضوح أن الدولة لم تعني يوما الوطن واحد بل كونية، فإنها تعني التجريد الميتافيزيقي الروح القضائي والسياسي الوطن. إن الجماهير الشعبية العريضة لكل بلدان تحب أوطانها حبا عميقا، ولكنه حب حقيقي وطبيعي وليس فكرة بل فعل. من أجل هذا فإني أعتبر نفسي بكل صراحة المدافع عن كل الأوطان المضطهدة. أستاذ نعلن غنشي رعزنا لفاميليا الناس المارة أي جذن يضطهد ضد رشد المارة. Oh.
الشاب راني كاروسي. ميمي توسير وسير كوبري تو الشباك الطوموبيل بدا تصيد بنطق في البوليسيه اسير اطحش لك الجمهوريه في عزين. Shit.